<applause> <applause> عاوزين نتكلم يا زيزو فنيا طبعا اكيد بس بعد ما نحتفل وعاوز اتكلم كمان عن الروح الروح اللي لعيبه منتخب مصر كلها عليها الروح دي انا ممكن يعني نخ... يعني نختصرها في مشهد واحد بس المشهد بتاع خروج محمد شريف اللي شارك اصلا في المباراه كبديل اول واحد بيسويه واول واحد بيطيب بخاطره هو المهاجم مصطفى محمد وبيقول له معلش مصلحه المنتخب الراجل وجهه نظره الفنيه كده انت اديت اللي عليك وما تزعلش وان شاء الله ربنا هيكرم ومحدش عارف يمكن يكي... يمكن يكون ليك دور في المباراه النهائيه وربنا يكون شايل لك الخير كله في المباراه النهائيه الروح اي حد بيطلع اي حد بينزل كله بيقاتل كله حتى اللي عنده خبره بيساند اللعيب الجديد لك ان تتخيل ان احنا بنلعب في قبل نهائي امام عاشور اول مباراه في الامم الافريقيه بتتكلم على مهند لاشين اول مباراه في الامم الافريقيه بتتكلم على لعيبه كتيرة قوي بتتحمل مسؤوليه وكلهم رجاله بلا اي استثناء والروح هي كلمه السر في مباراه النهارده والتاهل للمباراه النهائيه